ماشي وحده، فاتحه ماشي وحده. المهم فاتحه اللي تحرقت اللي حقر عليها القائد ديال المقاطعه السادسه، وتعاون هو مع الاعوان ديالو، يعني طرشها واحد القمه ديال المعاملات اللي حطم الكرامه ديال الانسان الى اي حد، حتى ضرات باش تشعل في راسها العافيه. اللهم هذا منكر، اللهم ان هذا لمنكر. يبقى فينا ماشي كامل هو هاد السيده كتحرق راسها، علاش هاد الناس يصوروا فيها؟ حنا ما تيصوروش فيلم، حنا خصنا نقضوا خوتنا المسلمين، حقاش حنا مسلمين، ولكن هما تيصوروا فيها والعافيه شاعله في السيده وما خرجش حتى واحد ينقذها. خاصة نطلبوا من السلطه تاخذ حق هاد الانسان هادي وحق اي مواطن من حقه شي حاجه يستحق ياخذها. تنعرفوها حنايا في الدار ديالها، تنعرفوها في السويقه، حنا عندنا سويقه هي هنا. واك واك على دولة.